أعزائي طلاب التعليم الفني الصناعي، أهلا ومرحبا بكم يا شباب، وحلقة جديدة وبرنامجنا المفضل لدينا جميعا في بيتنا مدرسة. أهلا حبايبي، حبايبي أبناء التعليم الفني الصناعي شعبة الميكانيكية تخصص تشغيل المعادي النظام 3 سنوات و5 سنوات. أهلا حبايبي، والنهاردة إن شاء الله حلقتنا هتدور حول مادة السي إن سي، وموضوع الحلقة بإذن الله هيكون بيدور حول الدورات الجاهزة لماكينة الخراطة ذات التحكم العددي. بداية كده احنا هنعمل ريفيجن بسيط قوي على الحلقة السابقة. احنا كنا أخدنا فيها بعض الدورات الجاهزة، وكنا أخدنا الدورات الجاهزة الخاصة بعملية الخراطة الطولية، وكنا قلنا ان الكود بتاعنا اللي احنا هنستخدمه في هذه الدورات كان، ايوه بالظبط كده، جي 84. وجي 84 ديت كان بتحتاج بارامترز مني حسب شكل المنتج اللي انا عايز انتجه. فلو كان المنتج بتاعي مسطح عادل عباره عن مدرج خراطه مدرجه، فكان السايكل بتحتاج مني البارامترز جي 84، الاكس وهو القطر اللي انا عايز اوصل له في السايكل، والزد اللي هو طول الخراطه اللي انا عايز اعملها في التدرج بتاعي. كمان كان بتحتاج مني الدي 3 اللي هي عدد مشاوير القطع، وكمان كانت بتحتاج مني الفيد اللي هي التغذيه. وكنا نفكر بعض برضك بان كل هذه الابعاد لهذه البارامترز كانت بتحسب بالملي ميتر. طيب انا لو حبيت ان انا اعمل خرط طولي وله سماحيات تشطيب، في الحالة ديت كنت لازم ادخل التو بارامترز جديد اللي هو سماحية تشطيب في اتجاه المحور اكس، وكنت لازم ادخله بوحدة الميكرون، ولازم ادخل ايضا سماحية تشطيب في اتجاه زد، وكنت لازم ادخله ايضا بوحدة الميكرون. طيب لو حبيت ان انا اعمل خرط طولي والشكل المنتج بتاعي مش مسطح عدل في جزء من السلبة، في الحالة ديت كنت لازم اخد مقاس المخروط وادخل تو بارامتر زيادة ايضا للسايكل بتاعتي. والتو بارامترز ديت افكركم بيها كانت البي 0 والبي 2، وكان البي 0 هو مقاس المخروط في اتجاه المحور اكس، والبي 2 هو مقاس المخروط في اتجاه المحور زد. وكانت السايكل بتاعتنا النهائية عندما يراد عمل منتج به مسطحات مخروطية في الحالة دي أو مدرجات مخروطية في الحالة دي، كانت السايكل كاملة بتبقى ليها البارامترز اللي احنا هنقولها دلوقتي، وهي الجي 84، الاكس والزد، البي 0 والبي 2، الدي 0 والدي 2، الدي 3 والاف. وكان الوحدات اللي احنا كنا بنستخدمها، كنا بنستخدم البارامتر بالنسبة لإكس بالقطر، وهو كانت الوحدة بتاعته بالمليمتر. الزد كان عبارة عن الطول، وحدته كانت بتدخل بالمليمتر. البي 0 والبي 2 كانت بالمايكرون. النهاردة إن شاء الله دلوقتي هنبدأ مع بعض حاجة جديدة اسمها الخراطة الجبهية. والخراطة الجبهية هي ما بتختلفش عن الخراطة الطولية كتير خالص، الا انها بدل ما كنت ببدا السايكل بتاعتي بالبارامترز اكس، انا هبدا النهارده السايكل بتاعتي بالبارامترز زد. ليه؟ لان انا هبدا الخرط بتاعي عرضي مستوى عمودي على القطر مش طولي. تمام حبايبي، يبقى انا طالما هبدا عرضي يبقى انا هبدا في السايكلز بتاعتي بالبارامترز زد ثم البارامترز اكس، ونفس السايكلز بالظبط قريبه جدا من الخراطه الطوليه، ولكن عند البرمجه لابد من وجود البارامترز اكس، البارامترز زد يسبق البارامترز اكس في السايكل. تمام حبايبي، نبدا بقى مع بعض كده. اول سايكلز للخراطه الجبهيه، السايكلز الاولانيه بتقول لي دوره الخراطه الجبهيه جي 84. جي 84 ايه هي البارامترز بتاعتها؟ المعلومات اللي هي بتحتاجها يعني علشان خاطر املها لها وتبدا المكنه تنفذ لي المنتج بتاعي. المعلومات اللي هتطلبها مني هي جي 84،
كمان الزد. طب ايه هو جي 84؟ هو الكود بتاع نداء السايكل الخراطة الجبهية، ده كود نداء السايكل بتاعة الخراطة الايه الجبهية. طب والزد دي عبارة عن مين؟ عبارة عن القطر اللي انا عايز او طول الخراطة، طول الجزء المراد خراطته، طول الجزء المراد ايه خراطته. طب والاكس هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن القطر المراد الوصول اليه بعد اجراء عملية الايه الخراطة. طيب الدي زيرو والدي تو هي عبارة عن، الدي زيرو هي عبارة عن سماحية التشطيب في اتجاه المحور اكس، والدي تو هي عبارة عن سماحية التشطيب في اتجاه المحور زد. تمام. طب والدي ثري هي عبارة عن مقدار إزالة الرايش لكل مشوار قطر. طيب الاف هي عبارة عن الفيد أو التغذية. طب بالنسبة للوحدات اللي احنا هنشتغل عليها في هذه السايكلز، قال لي لما اجي ادخل المحور زد انا هدخله بوحدة الملي متر، يعني ابعاد الطول بتاع الخراطة هدخلها بوحدة الملي متر. البعد بتاع القطر المراد الوصول اليه في عملية الخراطة بتاعتي هدخله برضك بوحدة الملي متر. طيب سماحيات التشطيب يا ولاد، سماحيات التشطيب لازم تدخل معايا بالمايكرون، سماحية التشطيب في اتجاه اكس تدخل بالمايكرون، وسماحية التشطيب في اتجاه زد تدخل بالمايكرون. طب والدي 3 هي عمق القطع المزال لكل مشوار قطع، عمق القطع المزال لكل مشوار قطع، وبرضك بحسبه بالمايكرون. طب مين الفيد ديت؟ الفيد دي هي عبارة عن التغذية، مقدار ازالة الرايش لكل مليمتر في بالمتر بالمليمتر لكل دقيقة، مقدار إزالة الرايش بالمليمتر لكل إيه؟ لكل دقيقة. يبقى أنا عايزة أعرف سرعة التغذية بتاعتي هتدخل بإيه؟ وحدة سرعة التغذية هتبقى بالمليمتر بير مينيت، يعني مليمتر لكل دقيقة. تاني يا ولاد السايكلز بتاعتنا، السايكلز بتاعتنا بتبدأ ببارامترز اسمه جي 84. مين هو ده؟ ده عبارة عن الكود اللي بينادي الدورة الخراطة الجبهية، ده الكود اللي بينادي دورة الخراطة الايه الجبهية. اول ما احط الكود ده للمكنة، المكنة تعرف ان هي إيه هتعمل خرط ايه؟ خرط جبهي. طيب يعني ايه خرط جبهي؟ يعني خراطة وجهية، او بنقول عليها خراطة قورة، او بنقول عليها اللي هي الخراطة الجانبية، يعني بيبقى ليها ثلاث مسميات، يا اما خراطة قورة او خراطة جبهية او خراطة الايه الجانبية. طيب احنا عندنا المحور زد، هو مين المحور زد ده؟ ده طول الجزء المراد خراطته. طيب والاكس هو القطر المراد الوصول اليه بعد اجراء عملية الخراطة. البارامترز دول اللي هي الزد اللي هو المعلومات، معلومة زد والمعلومة اكس اللي هي طول الجزء المراد خراطته وقطر الجزء المراد خراطته، الاتنين دولت وحدتهم لما بدخلهم للمسألة بتاعتي بدخلها بالملي ايه؟ بالمليمتر. طيب دي زيرو ودي تو، الدي زيرو هي عبارة عن سماحية التشطيب في اتجاه المحور اكس، وفي الحالة دي انا بدخلها بالمايكرون مش بدخلها بالمليمتر، وسماحية التشطيب ايضا في اتجاه المحور زد بدخلها بالمايكرون مش بدخلها بالمليمتر. عندي كمان الدي 3 اللي هي عمق القطع المزال لكل مشوار قطع، وده بحسبه برضك بالمايكرون. طيب وبعد كده بدخل مين؟ بدخل التغذية، وبتحسب عندي بوحدة المليمتر لكل منت لكل دقيقة. طب نيجي هنا بقى على الايه، على المثال اللي قدامنا دوت. هو هنا مديني ايه؟ مديني القطر الكبير 30 وعايز اصفيه على 20، يبقى انا عندي الاكس اللي انا عايز اوصلها في النهاية هي 20. طيب وبطول كام؟ يبقى الزد عندي كام؟ 20. طيب يبقى انا عندي القطر اللي انا عايز اوصل له 10 بطول كام؟ 20. يبقى انا لما اجي احط القطر اكس احطها 10، الزد احطها سالب ايه؟ سالب 20. لو اداني السماحيه هنا سماحيه التشطيب ملي، يبقى انا هحط سماحيه التشطيب في زد اللي هي دي 2 بملي، ملي دي هحولها للمايكرون اضربها في 1000 هتبقى 1000 مايكرون. لو اداني دي 0 اللي هو سماحيه التشطيب في اتجاه المحور اكس مثلا نص، اضربها في 1000 هتبقى 500 مايكرون. واشوف التغذيه هيدهاني في المساله بكام وابدا احطها. انا هنا شرحها لك البارامترز بتاعتنا عباره عن ايه. جي 84 هي دوره الخراطه الجبهيه، الاكس
هو عبارة عن القطر المراد الوصول إليه بعد إجراء عملية الخراطة، الزد هي عبارة عن الطول بتاع الجزء المراد خراطته بعد إجراء عملية الخراطة، عندي الدي زيرو هي سماحية التشطيب للمحور إكس، أيضا الدي تو سماحية تشطيب للمحور زد، عندي دي 3 هي عبارة عن عمق القطع المزال لكل مشوار قطع، وبيحسب بالجزء دي 3 بالمايكرون، ودي 0 ودي 2 أيضا بالمايكرون، الفيد أو التغذية وبحسبها بالمليمتر لكل منت. وهنا بقول لك ملحوظة نخلي بالنا جدا جدا يا شباب، ان في الخراطة الجبهية لابد ان الزد تسبق الاكس، يعني لازم ابدأ بطول الشغلة ثم قطر الشغلة في حالة الخراطة الجبهية، وده اللي بيفرق ما بينها وما بين الخراطة الطولية. الخراطة الطولية بنبدأ بالاكس ثم الزد، ولكن في الخراطة الجبهية بنبدأ بالزد ثم الاكس. تمام حبايبي، ده كده كانت دورة الخراطة الجبهية لما يكون السطح بتاعي عدل وما فيهوش اي شغل. ناخد مثال بقى على الكلام ده، بيقول لي انا معاكي مسألة دلوقتي، المثال بتاعي دوت عايزك تعملي السايكلز بتاعت الخراطة الجبهية. طب ايه المعلومات اللي عندي يا ولاد في المسألة عشان ابدأ اشتغل عليها السايكلز؟ عندي القطر قبل التنفيذ، قطر العمود الاصلي وهو الفاي 30، وعندي القطر المراد الوصول اليه اللي هو فاي 10. حلو الكلام. طيب هو هنا مش مديني سماحيات تشطيب، يعني معنى كده يا ميس ان احنا البارامترز اللي احنا هنستخدمها مش هنستخدم فيها سماحيات الايه؟ التشطيب. يبقى معنى كده ان السايكل بتاعتنا تحتاج الى جي 84، والقطر المراد الوصول اليه، والطول المراد الوصول اليه، ومقدار ازاله الرايش في كل مشوار قطع فقط. ليه؟ علشان هو ما طلبش اعمل سايكلز بدلاله سماحيات التشطيب. طالما ما ادانيش في المثال سماحيات تشطيب، يبقى في الحاله ديت السايكلز بتاعتي مش هدخل فيها المعلومات بتاع السماحيات الايه؟ التشطيب. طيب في الحاله دي هتبقى السايكلز عباره عن ايه؟ عباره عن جي 84، والزد اللي هو الطول المراد الوصول اليه بعد اجراء عمليه الخراطه، والاكس اللي هي القطر المراد الوصول اليه بعد اجراء عمليه الخراطه، والدي 3 يعني هقول جي 84 الزد والاكس والدي 3 بس. هي السايكلز بتاعتها تبقى خفيفة جدا. ليه؟ لأن هو ما طلبش أحط سماحيات تشطيب. هناخد مثال بعد كده ونشوف لو هو طلب سماحيات تشطيب هنعمل إيه. إنما في المثال اللي قدامنا دلوقتي على الشاشة شباب، نبص مع بعضينا كده على المثال الجميل بتاعنا، المثال مش طالب فيه سماحيات تشطيب. لذلك أنا هبدأ بقى دلوقتي من على المثال بتاعي، هبدأ أعمل عملية التماس. هقول التماس بتاعي هيبدأ بإيه؟ بجي 00. طيب انا همس فين؟ مش القطر عندي الكبير 30، لازم امس اكبر من القطر ب 2 مللي وبره ب 2 مللي على الاقل. طيب حلو قوي. يبقى انا حضرتك دلوقتي بتقول لنا احنا هنمس اكبر من القطر اللي انا مستلمه ب 2 مللي، وفي الزد بره ب 2. طب انا مستلم قطر 30، يبقى امس عند كام يا حبايبي؟ عند 32، وزد بره ب 2 يعني زد هتبقى بموجب 2، والكلام ده هيبقى بالكود اللي هيخلي العدة تتحرك بأقصى سرعة عشان تروح لنقطة التماس. الكود بتاعنا اللي يخلي العدة تتحرك بأقصى سرعة عشان تروح لنقطة التماس اسمه الجي 00. يبقى أنا هتحرك بالعدة لحد الإكس ب 32 وزد بكام؟ ب 2. يبقى أنا عندي أهو الكود بتاعي هيبقى جي 00، وهتحرك بالعدة لحد إكس 32 وزد ب 2 إيه؟ ب 2 مللي. بعد ما اتحرك ومس ادي السايكلز بتاعتي اللي هي جي 84، والجي 84 طالما ما فيش سماحيات تشطيب هتحتاج مني الزد اللي هو طول الجزء المراد خراطته، والاكس القطر المراد الوصول اليه بعد اجراء عمليه الخراطه، وكمان هتحتاج مني الدي 3 اللي هو عباره عن عمق القطع المزال لكل مشوار ايه؟ قطع. نبص بقى حبايبي كده ونشوف الكلام اللي احنا قلناه ده هيتنفذ ازاي على التمرين اللي قصاد مع بعضينا على السلايد. قدامنا بقى يا حبايبي دلوقتي انا اهو، انا اول خطوه جبتها جبت العده تمس، هتمس عند اكس ب 32 وعند زد ب 2، والكلام ده هيتم بالامر جي ايه؟ جي 00. يبقى اروح بقى ابدا ابرمج. هقول اول خطوه هعملها
نجيب القوس جي 0 0 ونروح نمس عند اكس ب32 وعند زد بايه؟ وزد ب0. ممكن تبقى زد ب2 بره، مفيش اي مشكله. طيب احنا كده مسينا وعملنا استعدادنا، نبدا ندي السايكل اللي هتشغل الايه؟ اللي هتنفذ المنتج. السايكل اللي هتنفذ المنتج خرط جبهي، خرط جبهي يبقى جي 84. طيب خرط جبهي ابدا بزد ولا باكس؟ الميسه قالت لنا ان احنا طالما خرطه جبهيه يبقى لازم نبدا بالزد، يبقى ابدا بالزد. اني زد؟ الزد المراد الايه؟ الجزء المراد خراطه، طوله، طول الجزء المراد خراطته هو اللي اتحط في الزد. طيب طول الجزء المراد خراطته كام؟ 20. يبقى انا احط زد ماينس كام؟ 20. وبعد كده احط البارامترز اكس، احط البارامترز اكس زي ما قدامنا على السلايد. البارامترز اكس بتاعتي هي عباره عن القطر للجزء المراد خراطته بعد الخراطه، القطر للجزء المراد خراطته بعد الايه؟ الخراطه، او نقول عليه القطر المراد الوصول اليه بعد اجراء عمليه الخراطه. انا محتاج ان انا اوصل لقطر كام؟ لقطر 10. يبقى في الحاله دي الاكس بتاعتي هتساوي كام؟ هتساوي 10. طب انا عشان انزل من 20 من 30 ل 10 انا هشيل 20 مللي، هل هشيلهم في مشوار واحد؟ قال لي لا، لازم تدخلي حاجه اسمها الدي 3. ايه هي الدي 3 ديت؟ قال لي هي عباره عن مقدار العمق مقدار الرايش المزال لكل مشوار ايه؟ قطع. مقدار الرايش المزال لكل مشوار ايه؟ قطع. يبقى انا عندي بقى السايكلز بتاعتي تبقى كامله كده على السلايد قدامنا. هتبقى جي 84، جي 84 اللي هي نداء دوره الخراطه الجبهيه. بعد كده هجيب هحط طول الجزء المراد خراطته اللي هو زد، وهو قدامه على الشاشه، ماينس كام؟ ماينس 20. وبعد كده احط الاكس اللي هو القطر المراد الوصول اليه اللي هو 10. وبعد كده احط مقدار عمق القاطع المزال لكل مشوار قط، وهو هيبقى كام؟ لو انا هاخد 2 مللي هيبقى عمق القاطع المزال لكل مشوار قط هيبقى 2 مللي، وليكن هضربه في الالف لان لازم الدي 3 يدخل بين مايكرون، يبقى 2000. تمام؟ الكلام ده عايزين نشوفه قدامنا على السلايد يا ولاد. الكلام ده نبص كده على السلايد قدامنا بحيث ان احنا نشرحه من على السلايد. تمام حبايبي؟ يبقى السلايد عندي بتقول ايه؟ دورة خراطة جبهية ذات تقسيم لعدد اوجه القطع دي 3. يبقى انا عندي هنا هقسم اوجه القطع عن طريق دي 3. طيب عندي هنا بقى ايه هي المثال اللي هو مديهولي ده؟ مديني عمود قطره 30 عايز صفيه على قطر 10 بطول كام؟ 20. ايه الكلام دوت؟ الكلام دوت هي المعلومات اللي هبدا اشتغل بيها المنتج بتاعي. اول حاجه بعمل عمليه تماس، عمليه تماس بتبقى عند اكبر قطر، القطر الكبير اكبر، باخد منه اكبر منه ب 2 مللي. يعني لو قطر الكبير 30 انا باخد اكس بكام؟ ب 32. باخد زد عندي بكام؟ ب 0. كده انا جبت جهزت العده لمكان عمليه القطع. بعد كده ابدا اقطع، هقطع خرط جبهي، خرط جبهي يبقى جي 84. الزد بتاعتي هتبقى كام؟ ماينس 20. الاكس بتاعتي هتبقى ب 10. والدي 3 اللي هي 2.5 مللي هياخدهم لكل مشوار قطع، في الحاله دي ال 2.5 مللي لازم اضربهم في 1000 هيديني 2500 مايكرون. 2500 ايه؟ مايكرون. بدخل الزد بوحده المليمتر، بدخل الاكس بوحده المليمتر، بدخل الدي 3 بوحده المايكرون. ده كده حبايبي كانت الخراطه الجبهيه او مثال على الخراطه الجبهيه. طيب احنا عايزين نبدا بقى ناخد مثال على الخراطه الجبهيه، ولكن هندخل فيها سماحيات تشطيب، يعني هستخدم البارامترز دي 0 ودي 2 مع بعضنا على الشاشه بقى، ونشوف ازاي ندخل سماحيات التشطيب مع السايكلز جي 84 مع بعضنا. نشوف المثال بتاعنا الجميل ده. هو هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي دوره خراطه جبهيه ذات تقسيم لعدد المشاوير. اول ما يقول لك يا ولاد ذات تقسيم لعدد المشاوير، في الحاله دي تعرف ان انت هتستخدم دي 3. طيب نكمل بقيه المثال. بيقول لي ومقاس تشطيب. اول ما يقول لنا ومقاس تشطيب تعرف ان انت عندك سماحيات ايه؟ تشطيب. يبقى انا كده من المثال اقدر اخرج الداتا بتاعتي اللي هشتغل بيها.
طب انا عندي ايه هي الداتا اللي ادهاني في المثال؟ اداني حاجتين حلوين جدا، قال لي انت هتشتغل بتقسيم لعدد اوجه القاطع، يبقى عرفني كده وغششني ان انا هشتغل بتقسيم لعدد مشاوير القاطع، يعني انا هستخدم الدي 3، والدي 3 هتؤخذ بالمايكرون. جه بعد كده قال لي ايه؟ قال لي خلي بالك انت عندك حاجه اسمها مقاسات التشطيب. يعني ايه مقاسات التشطيب؟ يعني سماحيات التشطيب اللي احنا هنستخدمها فين؟ في انتاج المنتج بتاعنا. طيب سماحيات التشطيب دي تخليني افتكر ايه في السايكلز؟ تخليني افتكر ان انا هحتاج بارامترز جديده اسمها الدي 0 والدي 2، وامتى احتاج التو بارامترز وامتى احتاج بارامترز واحد منهم. لو هو قال لي انا عايز مقاس تشطيب في المحور اكس بس، استخدم بارامترز واحد اللي هو دي زيرو، انما لو قال لي مقاسات التشطيب وسكت، يبقى انا لازم احط سماحيه التشطيب في اتجاه المحور اكس، واحط سماحيه التشطيب في اتجاه المحور ايه زد. وناخد بالنا حبايب ان سماحيات التشطيب ديت لازم ندخلها بوحدة الميكرون مش وحدة المليمتر. تمام يا ولاد؟ يبقى أنا دلوقتي البارامترز اللي هتزيد عندي الدي 0 والدي 2، هتزيد على مين؟ هتزيد على جي 84، الزد والإكس، هدخل وراها الدي 0 الدي 2، ثم بعد كده أدخل الدي إيه؟ الدي 3. مع بعضينا بقى كده قدامنا الشاشة بتاعتنا بتقول لنا ايه؟ بتقول لنا دورة خراطة جبهية. انا عندي دورة خراطة جبهية، يبقى دورة خراطة جبهية دي تقول لي ان انا هنا هستخدم جي 84، احط زد في الاول، ذات تقسيم لعدد مشاوير القطع. طالما قال لي في تقسيم لعدد مشاوير القطع يبقى انا هستخدم الدي 3. طيب ومقاس تشطيب وسكت، طالما قال لي مقاس تشطيب وسكت ما قاليش في اتجاه اكس او زد، يبقى لازم استخدم الايه؟ المحورين. يبقى لازم احط البارامترز دي 0 ودي 2. طب مين دي 0؟ مقاس التشطيب في اتجاه المحور اكس، ودي 2 مقاس التشطيب في اتجاه المحور زد. ونبدا نقرا من على الرسم كده ايه هي المعلومات اللي انا هشتغل بيها. هو مديني عمود قطره 30، عايز اصفيه على قطر 10، كمان اداني سماحيه التشطيب نص ملي، ده في انهي اتجاه؟ في اتجاه المحور اكس. طب وهنا في اتجاه المحور زد قال لي سماحيه التشطيب 35 من 100، ماشي. يبقى انا عندي هنا اهوت 35 من 100، لما اضربها في 1000 تديني 350 مايكرون، والنص دوت لما اضربه في 1000 هيديني 500 ايه؟ 500 مايكرون. يبقى انا كده حولت سماحيات تشطيب من المليمتر للمايكرون، لان انا هستخدمها في السايكل بالمايكرون. طيب نبدا بقى حلنا كده للمثال. اول حاجه هعمل عمليه التماس، هقول جي 0 0، هروح عند اكس ب 32 وعند زد ب 0، انا كده عملت عمليه التماس. بعد كده هبدا ادخل بالسايكلز بتاعتي، السايكلز بتاعتي اللي هي جي 84، هدخل لحد زد بكام؟ بسالب 20، لحد الاكس بتاعتي ب 10 اللي هي القطر المعادل للوصول اليه. طيب سماحيات التشطيب قد ايه؟ اداني سماحيات التشطيب اقراها من هنا في اتجاه المحور اكس بنص ملي. طب النص ملي ده هل انا هدخله بالنص؟ لا، انا لازم احول النص ملي بتاعي اللي مديهولي ده لوحده المايكرون، اضربه في 1000، يبقى الخمسة من عشرة لما اجي اضربها في 1000 هتديني 500 مايكرون. طب ودي 2 ادي 35 من 100، 35 من 100 ديت لما اجي اضربها في 1000 تديني 300 وكام؟ 350. طيب ومشوار، وانا عايز اعرف هو عايز ياخد كام ملي في كل مشوار قط؟ قال لي اهو 2.5 ملي، 2.5 ايه؟ في كل مشوار قاطع، اللي هو مقدار المعدن المزال لكل مشوار قطع، والبارامترز بتاعته دي 3، هيبقى 2.5 ملي. ال2.5 ملي دول اضربهم في 1000 هيديني 2500 مايكرون، 2500 ايه؟ مايكرون. يبقى انا دلوقتي البارامترز بتاعت جي 84، الزد هو عبارة عن طول الجزء المراد خراطته، الاكس هو عبارة عن القطر المراد الوصول اليه بعد اجراء عملية الخراطة، الدي 0 سماحية التشطيب اللي هاخدها في اتجاه المحور
اكس يا ولاد اهو، سماحية التشطيب اللي باخدها في المحور اكس ده بحولها من ملي لميكرون، بضرب في 1000 واحطها في الدي زيرو. الدي تو سماحية التشطيب يا ولاد في اتجاه المحور زد، وديت بحولها ايضا من المليمتر لوحدة الميكرون واضربها في 1000. طب الدي ثرو، الدي 3 مقدار المعدن المزال لكل مشوار قطع، وهنا مدهولي باتنين ونص ملي، لما اجي اضربها في 1000 هتديني 2500 مايكرون. وبكده عرفنا المثال اللي من خلاله اقدر احسب سماحيات التشطيب في اتجاه المحور اكس، وايضا سماحيات التشطيب في اتجاه المحور زد، وازاي ادخلهم داخل السايكلز بتاعتنا. طبعا المثالين دول يا ولاد ما كانش فيهم جزء مسلوب، كان الخراطه بتاعتي خرط عدل. طيب انا لو حابه بقى اني ابدا اشتغل على جزء في سلب، بس احنا قبل بس ما نشتغل كده احنا لازم نشرح ونفكر بعض كده بالسايكلز اللي احنا خدناها. لو المنتج بتاعي مسطح عدل زي ما قلنا كده في المثال السابق، لما يكون المنتج بتاعي مسطح عدل خرط عدل، في الحالة ديت البارامترز بتاعتنا هتكون عبارة عن الجي 84 اللي هي عبارة عن الكود نداء السايكل، نداء السايكل بتاعتي كود نداء الايه السايكل اللي هو جي 84، ده بيقول لي ان انا هشتغل خراطة جبهية. يعرف ازاي ان انا اشتغل خراطة جبهية؟ احط الزد اللي هي عبارة عن طول الجزء المراد خراطته، والاكس عبارة عن قطر الجزء المراد خراطته او مقاس القطر بعد اجراء عملية الخراطة، وبعد كده بحط فيه لو هو عايز سماحيات تشطيب بحط فيه الدي زيرو والدي تو، والدي زيرو هي عبارة عن سماحيات تشطيب في اتجاه المحور اكس، والدي تو هي عبارة عن سماحيات تشطيب في اتجاه المحور زد، وكمان بحط الدي 3 اللي هي عمق القطع المراد ازالته لكل مشوار قطع. تمام يا اولاد؟ طيب احنا دلوقتي مثال قدامنا ازاي نقدر نعمل خراطة جبهية لمسطح مخروطي لجزء في مخروط او سلبة. اول حاجة هنا يا اولاد ده يفكرني دايما على طول، طالما في جزء مخروط هبدأ اشتغل فيه يبقى انا عندي بارامترز جديدة هتدخل للسايكل. ايه هي البارامترز الجديدة او المعلومة الجديدة اللي هتدخل للسايكل؟ طالما عندي جزء مخروط لازم ادخل مقاس المخروط، لازم ادخل مقاس المخروط. طب المكنة هتعرف مني ازاي ده مخروط ده جزء مخروط؟ اول ما احط البارامترز او المعلومة اللي اسمها بي زيرو. طيب امتى احط بي زيرو وامتى احط بي زيرو وبي تو؟ لو عندك مخروط واحد فقط في المنتج في الحالة دي هتستخدم مقاس المخروط في اتجاه المحور اكس فقط وهو البي زيرو. لو عندك مخروطين في تدرجين متتاليين، لو عندك مخروطين في تدرجين متتاليين في الحالة ديت هستخدم تو بارامترز جديدة على السايكلز اللي هي البي زيرو والبي تو. البي زيرو مقاس المخروط في اتجاه المحور اكس، والبي تو مقاس المخروط في اتجاه المحور زد. طيب احنا عايزين نعرف دلوقتي لو انا عندي مخروط واحد ايه هي البارامترز كاملة للسايكلز بتاعتنا؟ هناخد جي 84 اللي هو كود نداء السايكل، هناخد الزد اللي هي طول الجزء المخروطي، الاكس هي عبارة عن قطر المراد الوصول اليه للجزء قبل ما نعمل له عملية السلبة، وبعد كده هناخد مقاس المخروط في اتجاه المحور اكس وهو البي زيرو، هناخد عمق القطع المزال لكل مشوار قطع اللي هو الدي 3، وهنحط الفيد بتاعتنا بوحدة المليمتر بير مينت. مع بعضينا بقى نشوف السايكلز بتاعتنا ديت ونشوف المثال بتاعنا وازاي نقدر ندخل السايكلز بأبعاد المعطاة على المثال اللي موجود قدام. مع بعضينا على السلايد بتاعتنا. السلايد بتاعتنا بتقول لي ايه؟ بتقول لي دورة خراطة جبهية ذات تقسيم لأوجه القطع دي 3 ومقاس المخروط بي زيرو. السلايد بتاعتنا بتقول ايه يا شباب؟ نبص على السلايد بقى. السلايد بتقول دورة خراطة جبهية ذات تقسيم للأوجه القطع دي 3 ومقاس للمخروط بي ايه؟ بي زيرو. طيب أنا أول حاجة بنعمل عملية تماس أيضا زي المثال اللي فات،
وبنقول ان احنا هنمس، هو مديني اكبر قطر كام؟ 30، يبقى عند 32، وعند زد بره بكام؟ ب2. يبقى انا هنا هعمل التماس جي 00 عند اكس ب32، وعند زد بره بكام؟ ب2. وهاجي بعد ما اعمل عمليه التماس هبدا ادي السايكلز بتاعت الخراطه الجبهيه، وادخل بارامترز المخروط لان دي خراطه جبهيه الجزء مسلوب. طالما خراطه جبهيه الجزء مسلوب يبقى لازم ادخل مقاس الجزء المسلوب. طيب هقول جي 84 الاكس والزد، وكمان ايه؟ البي 0 لان انا عندي جزء مسلوب، وبعد كده ادخل ايه؟ الدي 3 وادخل الفيل مع بعض بقى على الشاشه. يبقى انا عندي هنا هنقول جي 00 الاكس والزد، الاكس اللي هي ب32، الزد ب كام؟ ب2 مللي بالظبط كده زي ما قدامنا كده على الشاشه يا اولاد. من الاول كده دوره خراطه جبهيه ذات تقسيم لاوجه القطع، يبقى انا عندي هدخل دي ايه؟ دي 3، ومقاس المخروط بي 0. يبقى انا طالما عندي مخروط يبقى لازم يبقى عندي بارامترز جديده اسمها ايه؟ بي 0. طبعا عشان انا عندي مخروط واحد فهدخل مقاس المخروط في اتجاه المحور اكس فقط اللي هو بي 0. نبدا نعمل عمليه الايه؟ البرمجه. اول حاجه هنبدا نحط السايكلز بتاعتنا للاداه القطع خارج الشغله عند اكبر قطر اللي هي اكس هتبقى 32 وزد بره ب2، اكس ب32 وزد بره ب2. هبدا ادي السايكل بتاعتي اللي هي جي 84، الجي 84 ديت هتنزل معايا عند اكس بكام؟ عند اكس ب10 وزد بسالب 20. يبقى هحط زد قبل الاكس، يبقى هقول زد بسالب 20 ثم الاكس بكام؟ ب10. وبعد كده ادي البي 0 ب2 مللي اللي هو مقاس المخروط. بص هنا بيعمل لي مقاس المخروط اهو، الفرق ما بين القطر العادل والجزء المسلوب 2 مللي، احطها ب2 مللي، مقاس المخروط بيدخل للسايكل بالملي ميتر، يبقى احط 2 ايه؟ 2 مللي. بعد كده هقول الدي 3 اللي هو مقدار عمق القطع المزال لكل مشوار قطع هيحسب ب2.5 مللي، لما اضربها في 1000 هتديني 2500 ايه؟ مايكرون. تاني يا ولاد، يبقى انا عندي هنا جي 84 حطيت الزد بسالب كام؟ سالب 20 اللي هو طول الجزء المراد خراطته الجزء المسلوب. وبعد كده الاكس ب10 اللي هو القطر المراد وصول اليه قبل اجراء عمليه الايه؟ السلبه. طيب السلبه بتاعتي مقاسها هيبقى قد ايه؟ قال لي المسلوب هينزل بميل 2 مللي، يبقى الميل بتاع المسلوب 2 مللي ده احطه اللي هو مقاس المخروط، هيبقى في اتجاه المحور اكس لان انا عندي مخروط واحد. يبقى انا عندي هنا هقول له البي 0 هيبقى مقاس المخروط في اتجاه المحور اكس، مقاس المخروط في اتجاه المحور اكس على الرسم بكام مللي؟ ب2 مللي. يبقى احط البي 0 تساوي 2 مللي. طيب هو لما يجي يشتغل يا مس هياخد قد ايه في كل مشوار قطعه هيقطعه؟ هياخد 2.5 مللي. طب ال 2.5 مللي دول لما اجي احولهم لوحده المايكرون لازم اضربهم في 1000. طب ليه احنا حولنا هنا للمايكرون يا مس؟ لان عمق القطع المزال لكل مشوار قطع يؤخذ بوحده المايكرون، لذلك لابد من تحويل الابعاد عندي في الرسم اللي هي بتؤخذ بالمايكرون من مليمتر الى مايكرون فاضرب في 1000. طيب هو هياخد قد ايه في كل مشوار قطع؟ هياخد 2.5 مللي. ال 2.5 مللي دول لما احولهم لوحده المايكرون اضربهم في 1000 هيديني 2500 مايكرون، وده حساب الدي 3. يبقى انا كده يا اولاد عرفت اخد دلوقتي كذا، احنا اخدنا دلوقتي 3 سايكلز ببارامترز مختلفه، لازم نركز مع بعض فيهم تاني مع بعض كده نجمعهم. اول حاجه يا اولاد احنا قلنا لو المنتج عندي مدرج عدل، مدرج عدل بدون سماحيات تشطيب، المنتج مدرج عدل وبدون سماحيات تشطيب، هقول جي 84 اللي هي الكود بتاع نداء دورة الخراطة الجبهية، احط المحور احط الكود بتاع او المحور بتاعي زد اللي هو مقدار طول الخرط المتدرج
مقدار طول الجزء المراد ايه؟ خراطته. ده طول الجزء المراد ايه؟ خراطته، وبيدخل بالمليمتر. طب وبعد كده قال لي هتحط البارامترز اكس اللي هو القطر بتاع الجزء المراد خراطته، اللي هو قطر الجزء المخروط بعد الخراطه، قطر المراد الوصول اليه بعد اجراء عمليه الايه؟ الخراطه، وبرضك بدخله بوحده الملي ايه؟ متر. عندي بعد كده الدي 3 مقدار عمق القطع المزال لكل مشوار قطع، ويدخل بوحده الميكرون، يدخل بوحده الايه؟ الميكرون. طب يا ميس، لما انا اجي ادخل السايكلز ديت عايزه خطوه تحضيريه، لازم خطوه تحضيريه، حضر العده عند بدايه الشغل. طب احضر العده ازاي عند بدايه الشغله؟ بشوف اكبر قطر عندي في الشغله 30، احضرها عند 32 وعند زد بره ب2، والكود بتاعي جي 00، وبعد كده ادي السايكلز بتاعتي جي 84، الزد اللي هو الطول المراد خراطته، والاكس اللي هو القطر المراد الوصول اليه بعد اجراء عمليه الخراطه، والدي 3 اللي هي عمق الرايش المزال لكل مشوار ايه؟ قطع. ده في حاله انتاج منتج متدرج عدل وبدون سماحيات ايه؟ تشطيب. نفس السايكلز ديت خدناها لما حبينا ندخل سماحيات التشطيب، قلت جي 84 الزد والاكس، حطيت بقى سماحيات التشطيب بتاعتي دي زيرو، سماحيه التشطيب في اتجاه المحور اكس، ودخلتها بوحده الميكرون يعني القيمه اللي على الرسم ضربتها في 1000، وبعد كده دخلتها في السايكلز يا ولاد. وبعد كده الدي 2 بردك دخلتها بوحده الميكرون، ضربت القيمه اللي موجوده على الرسم في 1000 ودخلتها للسايكلز، ده الدي 2 اللي هي سماحيه التشطيب اتجاه المحور زد. وبعد كده دخلت الدي 3 اللي هو عمق القطع المزال لكل مشوار ايه؟ قطع، وايضا بيدخل بوحده الايه؟ الميكرون. كده يا ولاد ده بالنسبه للخرط العدل في بدون سماحيات تشطيب، والخرط العدل مع سماحيات الايه؟ التشطيب. خدنا مثال اخر ازاي اعمل خرط مخروطي في سلبه، ازاي اعمل خرط متدرج في سلبه. قال لي في الحاله ديت البارامترز بتاعتي هتزيد معلومه. طب ايه هي المعلومه اللي هتزيدها؟ قال لي مقاس المخروط اللي انت عايز تعمله. انت نازل سلبه، الميل بتاعك في اتجاه اكس هيكون قد ايه؟ قال لي 2 ملي. معنى كده ان انت هتاخد بارامترز جديده تعرف المكنه ان انت هتعمل مخروط ايه هو اللي هو البي زيرو. طب السايكلز كلها على بعضيها هتبقى ايه هي البارامترز اللي موجوده فيها؟ قال لي هيبقى معايا جي 84 اللي هي كود نداء السايكل، هيبقى معايا الزد اللي هي طول الجزء المراد خراطته او طول الجزء المراد ايه عمل سلبه فيه، وبعد كده الاكس هو عباره عن قطر الكبير للجزء المسلوب. طب وبعد ما خدت الجي 84 والزد والاكس اخد ايه؟ اخد مقاس المخروط في اتجاه المحور اكس فقط وهو البي زيرو، ويؤخذ بالمليمتر، وبعد كده احط الدي 3 اللي هو سماحيه التشطيب لكل مشوار ايه؟ لكل مشوار قط، وبعد كده اخد الايه؟ الفيد اللي هي التغذيه اللي انا هشتغل عليها او سرعه التغذيه اللي انا هشتغل بيها علشان ازيل الرايش المزال لكل مشوار ايه؟ قط. تمام يا حبايبي؟ دلوقتي بقى هناخد نفس السايكلز بس لما يكون عندي اتنين سلبه ورا بعضيهم في المنتج. نبص بقى نشوف كده الجديد ايه اللي هيضاف للسايكلز بتاعتنا لما يكون عندي تو مخروط او اتنين مخروط متتاليين في المنتج بتاعي. مع بعضينا كده على الشاشه. الشاشه بتاعتنا عرضت لنا مثال، المثال بتاعي ده فيه سلبتين ورا بعض. بيقول لي بتقول لي ايه؟ دوره خراطه جبهيه ذات تقسيم لاوجه القطع دي 3 ومقاس المخروط بي 0 ومقاس المخروط بي 2. معنى كده يا اولاد ان انا عندي اتنين مخروط ورا بعض اهم، ده كده المخروط الاول وده المخروط الايه؟ التاني. حلو قوي، يبقى انا عندي كده هعمل خرط جبهي لمثال في اتنين ايه؟ مخروط. طالما اتنين مخروط يبقى انا هستخدم البي 0 واستخدم البي 2، كمان اضاف لي ايه؟ ومقاسات التشطيب، مقاسات التشطيب.
معنى كده ان انا عندي تشطيب في اتجاه المحور اكس وده البارامترز بتاعته دي زيرو، وعندي تشطيب في اتجاه المحور زد والبارامترز بتاعته دي 2. طيب نبدأ بقى كده ناخد المثال بتاعنا ونبدأ ندخل او نشرح عليه السايكلز. بيقول لي السايكلز بتاعتي هتبقى فيها الزد اللي هو القطر الطول بتاع الجزء المسلوب الاول، خلاص. طب والاكس هو عبارة عن القطر الكبير للجزء المسلوب، القطر الكبير للجزء الايه المسلوب. طيب وايه كمان؟ قال لي انت محتاجة البي زيرو والبي تو. البي زيرو اللي هو مقاس السلبة الاولى في اتجاه اكس، مقاس السلبة الاولى في اتجاه المحور ايه؟ في اتجاه المحور اكس، اللي هي مقاس المخروط في اتجاه المحور اكس، وهو بيبقى 2/10 من الملي. هو مديهولي هنا على الرسم 2/10 من الايه من الملي، اهو مديهولي 2 ملي. 2 ملي يا ولاد، مش 2/10، 2 ملي. يبقى هقول مقاس المخروط في اتجاه المحور اكس كام؟ 2 ملي. طب ومقاس المخروط في اتجاه المحور زد قال لي 7/10 من الملي. يبقى انا عندي الدي البي البي 2 ب2، وعندي البي 0 ب2، والبي 2 بكام؟ ب7/10. يبقى تاني حبايبي، تاني واحدة واحدة كده. أول حاجة بحط السايكلز بتاعتي جي 84. مين جي 84 ديت؟ نداء دورة الخراطة الجبهية. بجيب بعديها الزد، الزد بتاعتي هنا بجيبها طول المخروط الأول اللي هي زد في سالب كام؟ 20. بعديها بجيب القطر الكبير للسلبة الأولى بتبقى اكس بكام؟ ب10. بعد كده بحط مقاس المخروط الاول في اتجاه اكس، هو مديني زاويه الميل عندي كام هنا؟ هو قد ايه مقاس المخروط بتاعي؟ 2 ملي. يبقى البي 0 اللي هي مقاس المخروط في اتجاه المحور اكس ب2 ملي، بحط 2. طيب ومقاس المخروط في اتجاه المحور زد قال لي البي 2 اللي هي ب7/10. وبعد كده يا ولاد ابدا احط سماحيات التشطيب، اروح اشوف سماحيات التشطيب اهو مديني 0.5 ملي في اتجاه المحور مين؟ في اتجاه المحور اكس. يبقى انا عندي هنا سماحيه التشطيب في اتجاه المحور اكس ب0.5 ملي، اضربها في 1000 تبقى كام؟ 500. ودي 2 مداني 7/10، يبقى اضربها في 1000 تديني بكام؟ ب700. طب ومقدار الريش المزال لكل مشوار قط قال 2.5 ملي، لازم احولها للميكرون تديني 2500 مايكرون. 2500 ايه؟ مايكرون. دي كده البارامترز بتاعه دوره الخراطه الجبهيه عندما يراد عمل مخروطين متتاليين، وايضا دخول مقاسات التشطيب داخل السايكلز. يبقى انا عندي هنا السايكلز البارامترز بتاعتها بي 0 مقاس المخروط في اتجاه المحور اكس، وبي 2 مقاس المخروط في اتجاه المحور زد، تمام. ودي 0 سماحيه التشطيب في اتجاه المحور اكس، ودي 2 سماحيه التشطيب في اتجاه المحور زد، ودي 3 اللي هي عدد مشاوير القطع او مقدار الرايش المزال لكل مشوار قطع. مقدار الرايش المزال لكل مشوار قطع، لما اجي ابدا اشتغل لازم امس عند اكبر قطر وعند زد بره ب2، اجيب الكود بتاعي جي 00، امس عند اكبر قطر اللي هو اكس بكام؟ 32، وعند زد ب0 بره. ادي السايكلز وابقى عارف ان السايكلز بتاعتي هتحتوي على 4 حاجات: مخروط في اتجاه اكس، مخروط في اتجاه زد، سماحيه تشطيب في اتجاه اكس، وسماحيه تشطيب في اتجاه زد. يبقى انا عندي السايكلز بتاعتي هتبقى جي 84 الزد اللي هو طول السلبة الاولى، الاكس اللي هو قطر السلبة الاولى قطر الكبير، كمان البي 2 البي 0 اللي هي مقاس المخروط في اتجاه المحور اكس، والبي 2 اللي هي مقاس المخروط في اتجاه المحور زد، الدي 0
سماحية التشطيب في اتجاه المحور اكس، سماحية التشطيب في اتجاه المحور زد اللي هو دي 2، مقدار الرايش المزال لكل مشوار قطع وهو دي 3. ولازم ناخد بالنا كويس جدا من الوحدات، ان الزد والاكس هتدخل بالمليمتر، البي 0 والبي 2 ايضا هتدخل بالمليمتر، الدي 0 والدي 2 والدي 3 كل الديهات ديت لازم تدخل بوحدة الميكرون، ولازم احول الوحدة بتاعتي او القيمة بتاعتي اللي مديها لي في المثال من وحدة المليمتر الى وحدة الايه؟ الى وحدة الميكرون. يبقى لازم يا اولاد، دي اهم بارامترز تشمل كل حاجة في الخراطة الجبهية. الخراطة الجبهية لو جابها لي صريحة قطر متدرج جي 84 اكس وزد ودي 3 سهلة جدا. طب لو جابها لي فيها مخروط واحد جي 84 اكس وزد ولازم احط البي 0 وبعد كده دي 3. طب لو جابها لي فيها بقى مخروطين وفيها سماحيات التشطيب، يبقى لازم اركز في البارامترز اللي هنقولها مع بعض. تبقى جي 84 امر نداء سايكل الخراطه الجبهيه او الخراطه الوجهيه او بنقول عليها خراطه القوره، تمام يا اولاد؟ طيب الخراطه الجانبيه او الجبهيه او الوجهيه في الحاله دي لازم استدعيها بكود يسمى جي 84، بعديه على طول يجي البارامترز زد. طب ايه هو الزد؟ ده قطر الكبير للسلبه الاولى، القطر الكبير الطول الكبير للسلبه الايه؟ الاولى، طول السلبه الايه؟ الاولى، وبيؤخذ باشاره سالبه، يبقى زد طول السلبه الاولى ويؤخذ باشاره ايه؟ سالبه. طب وبعد كده احط الاكس، مين الاكس ده يا ميس؟ ده القطر الكبير للسلبه الاولى، القطر الكبير للسلبه الايه؟ الاولى. طب ووحده الزد بتبقى بايه يا ميس؟ بالمليمتر، ووحده الاكس بتبقى بايه؟ بالمليمتر ايضا يا اولاد. طيب وبعد كده قال لي بقى ابص اركز، لو هو عايز يعمل مخروط واحد ادخل بارامترز بي 0، طب ولو عايز يعمل مخروطين ادخل بارامترز بي 0 وادخل بارامترز بي 2. طب ومين هو البي 0 يا مس ومين هو البي 2؟ البي 0 يا اولاد هو عباره عن مقاس المخروط في اتجاه المحور اكس. طب والبي 2 هو عباره عن مقاس المخروط في اتجاه المحور ايه؟ زد. طيب وبعد كده يا شباب عايزين ندخل سماحيات التشطيب. ايه هي سماحيات التشطيب؟ سماحيات التشطيب في اتجاه المحور اكس اللي هو عباره عن الدي 0، وسماحيات التشطيب في اتجاه المحور زد هو عباره عن الايه؟ عن الدي 2. طب وبعد ما ادخل سماحيات التشطيب لازم ادخل عمق القطع المراد ايه؟ ازالته لكل مشوار قطع ويؤخذ بوحده الميكرون. طيب ايه البارامترز بتاعته؟ هي الدي 3. طب وبعد كده ادخل التغذيه بتاعتي بوحده المليمتر لكل ايه؟ لكل منت. ده البارامترز الشامله لاي حاجه هتيجي في الخراطه الجبهيه. بعد لو احنا فهمنا المثال ده كويس جدا، لو جالك خرط عدل ده هتبقى السايكلز بتاعته بسيطه، هاخد ربع السايكلز دهيت جي 84 الزد والاكس والدي 3 اللي هو طول السلبه القطر المراد وصول اليه بعد الخراطه، والدي 3 اللي هي عباره عن عمق القطع المراد ايه؟ ازالته لكل مشوار قطع. لو جالك جزء عدل وفي سلبه صغيره واحده يبقى جي 84 الزد وبعد كده الاكس وبعد كده بي واحده اللي هي بي 0 يا اولاد وبعد كده الدي 3 والفيت في النهايه. طيب لو جالنا الجزء بتاعي فيه مخروطين، طيب يبقى ايه؟ يبقى جي 84 عندي الزد والاكس والبي 0 والبي 2 والدي 3 والفيت. طب لو طلب جزء فيه مخروطين مع سماحيات التشطيب يبقى ناخد ايه بقى يا اولاد؟ الجي 84 الزد اللي هي طول الجزء المسلوب الاول، الاكس اكبر قطر في الجزء المسلوب الاول. طب وبعد كده اخد بي 0 اللي هي عباره عن ايه بقى؟ البي 0 مقاس المخروط في اتجاه المحور مين؟ اكس، واخد البي وبي 2 اللي هي مقاس المخروط في اتجاه المحور زد. وبعد كده قال لي دخلي سماحيات تشطيب، يبقى لازم ادخل الدي 0 اللي هي سماحيه تشطيب في اتجاه المحور اكس والدي 2 سماحيه التشطيب في اتجاه المحور زد، وايضا
لازم ادخل بارامترز اللي معانا على طول في اي سايكلز، وهو دي 3 اللي هو عمق القطع المزاه لكل مشوار قطع، وبعد كده ادخل الفيد. طب وبالنسبه للوحدات يا بيس نعمل فيها ايه؟ وحده الزد بالمليمتر، وحده الاكس يا اولاد نحفظ بقى بالمليمتر، البي 0 بالمليمتر، البي 2 بالمليمتر، عندنا كمان الدي 0 بوحده المايكرون، الدي 2